Nam, selamu aleyküm. Selamu aleyküm. Aleyküm selam. Rakam Latif Abdurrahman, tefadal. يعني مش فاهم تعلموا يعني في دورة أي مسلم بأي حد بيدخل إسلام جديد بيعلموه الإسلام. طيب سواء بيعلموا علاقات محرمة مع بناته يعني مع نساء وكده يعني متزوج يمنعوه من معاشرة الأزواج يعني ولا يعني بيكون عنده أصحاب أو بيكون في علاقة زواج بس غير شرعية. انت لازم تنهى عن المنكر يعني لابد ان تنهى عن المنكر عن الزنا والعياذ بالله عند هذا تخليه يسلم ويستمر في الزنا كيف ذلك؟ الله ينجينا وياك. يعني ننهى عن الفعل ده من الاول خالص. نعم انت الاول شيء انك سوف تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. إنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم وتعلمهم سائر الإسلام. يأمرنا بالعفاف والصدق والصلة. الرسول في بداية بعثته. السلام عليكم.